الحجرية أو المقابر الحجرية موجودة بفرنسا، موجودة ببريطانيا، بأسبانيا، موجودة بفلسطين، بالجزائر، ببلاد الشام كلها. وين ما رحت تجد هاي الحضارة موجودة، وهي من أكثر المواقع التي تجذب الزوار. يعني حوالي 80 مليون بعيدة تجذبهم ستون هنجز في جنوب لندن. جنوب لندن حوالي 90 كيلومتر في حقل اسمه ستون هنجز، بحطوا ايكونز على الكمبيوتر، بجيب عدة ملايين وبربطوه بقصص اختفاء مجموعة شباب وشابات. وهذا الدولمنز اللي هون هو نفس الدولمنز اللي بالمفرق واللي بجرش واللي بكفر يوبا في اربد واللي في مادبة سفوح مادبة، وحتى الكرك والطفيلة. فتجد هاي الحضارة موجودة. عمر هذا القبر اللي انا واقف عليه 3000 سنة قبل الميلاد، 3000، واحنا اليوم 2018 2019، هاي 5000 عام. وهذول الاربع احجار واقفات في مكانهن يا جماعة. سبحان الله الذي لا يتغير. قديش عقبال 5000 عام هذا الحجر موجود؟ 5 قبل الميلاد، 3 قبل الميلاد، 3000 سنة. واحنا بنسميه عصر البرونز، الذي اكتشف معدنه النحاس في وادي عربة، في خربة فينان، في خربة نحاس، في وادي جرية، في وادي خالد، في وادي رتية. النحاس كان هناك، وكانت هاي حضارة المزارعين. الحجر هون من المنطقة هاي متفلق، ولذلك من السهولة انهم يجمعوا الكتل الحجرية، يبنوا حجرين قبال بعض، ثم يضعوا سلاب او لوح فوقهم، وينحتوا البوابة على شكل كما تشاهدون. بالجامعة الأردنية سنة 1982 انا جيت هون واشتغلنا قبر ونقلناه للجامعة الأردنية. بتدخل على الجامعة الأردنية عند برج الساعة، مزبوط، صح، بعض القبور صح. احنا نقلناها من هون، الدولمن. دكتور خير ياسين الله يسهل عليه. وهاي القبور تعتبر حضارة المزارعين. المزارعين ملاكين الأراضي الزراعية هاي، بدفنوا في المناطق المرتفعة. ويبدو انه اتجاهات هذه القبور إلها علاقة بعلم الفلك، إلها علاقة بالدين دكتور، إلها علاقة نعم بالدين. الآن هذا القبر فيه له حوطة دائرية، هاي حجارتها، إذا بتدقق تجد إنه في سيركل دائري. هلا السيركل الدائري هاي الحلقة اللي حواليه اللي هي الهالة المقدسة، الدائرة المقدسة. إذا بتشوفوا رسوم سيدنا المسيح وأم مريم حول رأسهم في هالة، صحيح، دويرة. دائما الشيء المقدس يوضع حوله حلقة. هاي الحلقة كانت تمثل المكان الديني المبارك. الآن في أبحاث تقول إنه وقت دفن الميت في هاي يتماشى مع الساعة الشمسية اللي هي سان ديل بيسموها. الساعة الشمسية اتجاه القبر في اللحظة التي توفي فيها الميت تتجه إلى زاوية معينة يستطيع قراءتها الكاهن أو المسؤول الذي كان مسؤول عن الدفن في هذه المقبرة. فهي مقبرة ضخمة تمتد، وإلا لكان وضعوا الإنسان بالتراب وطموا عليه، فأرادوا له البقاء، فكان هذا البقاء للحجارة، لأن الإنسان يذوب ولا يبقى منه إلا بقدر حبة العدس اللي هي في أسفل عجمة الذنب، العصعص، قد حبت العدس اللي مجمع الجينات يسموه، والذي سيخرج منها الإنسان يوم القيامة. إذن الدولمنز في داميا، الحجر الأصفر هذا اللي يسمونه الرخام، هذا هو أكبر حقل في منطقة الشرق الأوسط. وإحنا محظوظين في الأردن أنه نمتلك هذا الحقل، ولكن لا أحد يعلم عنه شيء، وتهجم عليه شركات الرخام من كل الجوانب، تريد تقطيع أوصاله، ولا يبقى لنا إرث. ماذا نورث أجيالنا القادمة إذا ذهب هذا الحقل؟ ماذا سنقول لأطفالنا؟ كان عندنا حقل؟ كان لدينا دولمنز؟ لا، يجب أن ننهض، فنحن درب وئام. هذه مباني دينية يجب أن نحافظ عليها. هذا الحجر الأصفر، هذا القبر، والآن اصعد 20 متر لهناك وانظر، ستجد عشرات الآلاف من هذا القبر موجود. هذه إرث أجدادنا، هذا مستقبل أبنائنا للاقتصاديات السياحة، فيجب المحافظة عليه. وزارة السياحة، دائرة الأثار، المجتمع المحلي، وكما أخبرني أخي جمعة أن هناك مجموعة من الأشراف يريدون أن يقوموا بمشروع حماية
محمية دولمن، وإذا صدقت هذه المجموعة في عملها فستكون أول محمية دولمنز في الشرق الأوسط. نحن فخورون بأنه إرثنا كبير عظيم، وهذا الحجر الأصفر هو مستقبل لنا، ويجب أن تكون هذه الدولمنز شعار نرفعه على كتبنا الرسمية وفي محافلنا العلمية لتبقى درة للأجيال القادمة.